العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم ارحمنا وارحم الجماعه الحاضرين في المكان. اللهم ارحمنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. انك عزيز قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع في هذا المكان ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا فقيرا الا رزقته، ولا مريضا الا شافيته. اللهم تقبل دعانا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين، خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني، سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد المحيي الدين عبد القادر الجيلاني. وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. آمين يا رب.